الموقع الآن تمهيدا لترشحهم للانتخابات القادمة أو في حال استقالة المجلس الحالي أو حل المجلس. هتلاقوا يعني مثلا امبارح اتكلم ميدو على انه هيكون اصغر رئيس نادي الزمالك وانه هيترشح وانه في اعلامين كتير وفي نجوم زملكاويه كتير اتكلموا وطلعوا في برامج وقالوا انه بيرشحه حازم امام. الكلام ده بيبتدي بيكبر كل يوم. الكل يشعر بالوكسه والعار ان مجلس الاداره الحالي ده مش قادر يدير ملف الكوره وان الاثنين اللي فيه مش على مستوى اسم نادي الزمالك. الاثنين الكويرة يعني اللي هم أحمد سليمان وحسين السيد مش على مستوى اسم نادي الزمالك ولم يستطيعوا أن يديروا الملفات بنجاح وعملوا صفقات فاشلة واتدخلوا وسربوا الأخبار مع كل الاحترام والتقدير لحسين السيد أنا بحبه جدا 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 وعارف أنه مجتهد وعارف أن إيده نظيفة. فأصبحت الكلام هتلاقيه عمال يكبر كده زي